ففيما يخص أولا الجانب السياسي لمداولاتنا، فإننا نرى ضرورة توجيه جهودنا المشتركة على وجه أولي وأولوي صوب نصرة القضية الفلسطينية، أعدل قضية على وجه المعمورة وأقدم قضية في تاريخ منظمتنا الأممية وأبرز قضية تستدعي تصدر أولويات المجموعة الدولية في المرحلة المفصلية الراهنة. إن هذه القضية أحوج ما تكون اليوم لأصواتنا ومواقفنا ومساعينا الفردية منها والجماعية بهدف الضغط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبهدف تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من بلوغ مقاصدها كاملة، وبهدف وقف ما يطال أشقائنا الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وتجويع. لقد آن الأوان لأن تقف المجموعة الدولية وقفة حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني،